موضوع لقائنا هذا معاشر الكرام أسباب النجاة يوم القيامة، وهذا الموضوع بلا شك موضوع عظيم للغاية، وهو مطلب الصالحين كلهم، فكل صالح يرجو نجاته يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأبدأ الحديث عن هذا الموضوع العظيم بقصة عجيبة رواها الإمام أحمد في مسنده، تبين لنا مكانة هذا الموضوع وعظيم شأنه وشدة عناية الرعيل الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم بهذا الموضوع الجليل. يرويها الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، وأطراف هذه القصة ثلاثة: هم خير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. روى الإمام أحمد في مسنده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: مر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم علي فلم أشعر، فذهب عمر في ولاية أبي بكر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال له: أرأيت ماذا صنع عثمان؟ سلمت عليه فلم يرد علي السلام. قال: فأتيا إلي أبو بكر وعمر، فقال أبو بكر رضي الله عنه لعثمان: سلم عليك أخيك عمر فلم ترد عليه السلام. قال: ما شعرت به. قال: ما شعرت به. فقال أبو بكر رضي الله عنه: صدق عثمان، شغلك أمر عظيم. قال: نعم، كنت أفكر في نجاة هذا الأمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسأله عن نجاة هذا الأمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لقد سألته عن ذلك. فقال عثمان: بأبي أنت وأمي أنت أحق الناس بذلك، فماذا قال لك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها علي كانت له نجاة. فهذه القصة العظيمة تصور لنا شدة اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بهذا الموضوع الكبير. وتأمل رعاك الله، هؤلاء الثلاثة مبشرون بالجنة، شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ويفكرون في نجاة الأمر هذا التفكير، حتى إن عثمان رضي الله عنه من شدة تفكيره بالنجاة مر به أخوه عمر بن الخطاب وألقى عليه السلام فلم يرد، لأنه لم يشعر به من شدة تفكيره في نجاة الأمر، مع أنه رضي الله عنه وأرضاه مبشر بالجنة. والواحد منا قد تحصل له مثل هذه الحالة، يمر به أحد إخوانه ويسلم عليه ولا يشعر به، ولكن يكون مشغولا انشغالا شديدا بأمر من أمور الدنيا فيلقى عليه السلام ولا يشعر لشدة انشغال قلبه بأمر من أمور الدنيا أو مصلحة من مصالحها. معاشر الكرام، يجب علينا أن نفكر جيدا في أمر النجاة، وأن نسعى جيدا لتحصيل النجاة، وأن نعرف أسباب النجاة يوم القيامة، وأن نحرص على العمل بأسباب النجاة يوم القيامة، لنكون يوم القيامة من الفائزين
وعن النار مزحزحين وإلى الجنة من الداخلين بمن الله الرب الكريم سبحانه وتعالى.